الجنة الحضور سوف نعود إلى ساحة القرآن الكريم ومع فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السيد حميدة من يلقمع الشرقية يتفضل مشكورا ويقرأ من مدرسة الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي فليتفضل مشكورا شيخنا فضيلة الشيخ محمد أحمد السيد حميد. إخواننا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الله خبير بما تعملون يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله ولا تكونوا الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم لا يستوي أصحاب
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الملك القدوس السلام الملك العزيز الجبار المتكبر المتكبر سبحان الله العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما السماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. من آيات سورة الحشر المدنية أمتعنا بالتلاوة العلم الإذاعي فضيلة الشيخ محمد أحمد السيد عميدة بيت الواجب بيت الكرم بيت القرآن بيت الجودة وهذه أخلاقه المعهودة فما من واجبات إلا وكان أول الحاضرين الموجودة. أشكر لفضيلتي وإلى حضراتكم جميعا كما أشكر الشقيق الشيخ أيمن حميدة والشيخ رمضان عبد الستار وكل من شرف معه.